في أفضل أحواله الفنية والمعنوية بدأ النادي الأهلي استعداداته للسوبر المصري أملاً في بطولة جديدة يضمها لدولابه المليء بالإنجازات. الناحية التانية، بيراميدز جات له فرصة جديدة ذهبية للفوز بأول ألقابه تاريخياً بعد إحباط الخروج الأخير من الكونفدرالية. الأهلي وبيراميدز أوراق مكشوفة البعض، علشان كده مستنيين نشوف مباراة ممتعة زي اللي شفناها في نهائي الكاس. الجماهير المصرية في الإمارات تنتظر لقاء كبير، ونحن هنا نأملها مواجهة مشرفة لكرة القدم المصرية. يلا بينا.